المستشار يؤكد على حياد النمسا بعد مبادرة سكاي شيلد. القضاء النمساوي يبرئ 4 مسؤولين في قضية ضابط سوري. اتهامات بالفساد تطال المستشار النمساوي السابق كريستيان كيرن. تراجع دخل 3/4 سكان النمسا بسبب التضخم. سوري يجد بجانبه جثة لشابة نمساوية في مأوى للمشردين. النمسا في المرتبة الأخيرة في تصنيف الودية بعد الكويت في العالم. وفيينا تطلق خدمة استشارية لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.